وللمزيد معنا من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك شيخ عبد القادر. بداية، مجلس محافظة صلاح الدين اتهم العتبة العسكرية بالاستيلاء على أملاك المواطنين في سامراء، تحت أي بند قانوني تتم هذه الممارسات؟ أهلا وسهلا بكم ولمشاهديكم الكرام. هذه الممارسة تأتي تحت بند غياب الدولة والفوضى السياسية والأمنية التي تعيشها أو يعيشها العراق وتعيشها محافظة صلاح الدين على وجه الخصوص، وتغول واضح لهذه الميليشيات الطائفية التي تتحكم بسامراء. سامراء المفروض أن المفروض مجلس محافظة صلاح الدين لو كان صادقا لابد أن يعلن سامراء مدينة منكوبة، سامراء مدينة تتحكم فيها عتبات، وهذا يؤكد على أن هناك دولة تحت الدولة، وأن هناك المتحكم الحقيقي للدولة إذا ما كانت قيادة عمليات سامراء. مجلس محافظة سامراء لا يستطيع أن يقرر قانون أو أن يعطي حقوق الأهالي المغتصبة من مدينة سامراء ويرجع لهم أملاكهم، والعتبة العسكرية التي تتحكم في كل هذه الأمور من أين جاءت لها هذه الصلاحيات؟ وبالتالي لماذا هي تتحكم والقوة العسكرية المفروض تكون موجودة بيد مجلس محافظة صلاح الدين، وإذا كان لم يكن هناك تواطؤ حقيقي بما معنى أنها تتحكم بوجود ميليشيات، ولا سيما معلوم تماما أن في سامراء من يتحكم فيها هي ميليشيات سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر. وبالتالي معلوم أن هذا الكلام الذي هو إقرار واضح واعتراف صريح من مسؤول حكومي أن الميليشيات فوق القانون وأن هؤلاء لا يستطيعون أن ينفذوا أو أي قانون أو أن يعيدوا أي حق لأهالي منطقة يسكنون فيها، وهذا حقيقة هو الإجرام والظلم بعينه أمام سكوت الحكومة المركزية وتواطؤها، وأمام حقيقة مشروع تغيير ديموغرافي يراد منه تهجير أهالي سامراء والاستحواذ على مناطقهم ومنازلهم وعقاراتهم مجانا بدون مقابل، وبالتالي حتى شرائهم لا يريدون في هذا الإطار. وهذا ما تسعى إليه ميليشيات سرايا السلام تحديدا بقيادة مقتدى الصدر، لأنه ما هي من تتحكم في سامراء، وبالتالي لولا السلطة الأمنية والعسكرية وعملية الترهيب للمواطنين والاعتقالات دون محاسبة لما تجرأت العتبة العسكرية أن تفعل هكذا وأن تعمل على عملية اغتصاب تلك المناطق. المفروض حقيقة أن يتم اعتقال من يقود العتبة العسكرية في سامراء لأنهم يتجاوزون على القانون ولأنهم يقتصبون حقوق الناس بطريقة واضحة، لكن لا وجود لا لادعاء عام ولا لقضاء نزيه يحاسب هؤلاء بطريقة واضحة. طيب، ما الغاية من هكذا ممارسات؟ يعني لماذا هذه المناطق بالذات؟ الغاية أنهم يريدون تهجير أهالي سامراء لتغيير ديموغرافي، هم يريدون تحويل هذه إلى محافظة تضم الطارمية، ولذلك رأيتم العمليات العسكرية التي لا زالت منذ 2003 إلى الآن تستحوذ وتعمل على تهجير وضرب كل ممتلكات أهالي الطارمية، لأنهم يريدون أن تستمر هذه المحافظة من الطارمية إلى سامراء إلى بلد وتعزل بالمحافظة وتسمى المحافظة المقدسة، هكذا هو يريدها وهكذا هو المشروع المرسوم لها. لذلك هم يسعون بهذه الإجراءات التعسفية إلى تهجير أهالي هذه المناطق وإلى وضع علامات اليأس على أهالي هذه المناطق التي حقيقة نحيي أهل سامراء فيها، وهم يصمدون أمام كل هذا التغول والضغط الكبير من تلك الميليشيات ومن هذا المشروع الذي هو يدعم إيرانيا بطريقة واضحة، وصبرهم على كل ما جرى عليهم من اعتقالات واغتيالات وعمليات مضايقة. فأهالي سامراء حقيقة لهم فضل كبير في تثبيت هذه المدينة التاريخية التي هم ملاكها وهم أهلها حقيقة جيلا بعد جيل. لذلك هذا المشروع يقضي إلى أنهم يريدون الاستيلاء على تلك المناطق ومن دون أن يتم شراؤها، وبالتالي يحولونها لصالحهم. التغيير الديموغرافي، أنت قلت ذلك، وأيضا حقوقيون يؤكدون أن هذه العمليات تندرج تحت بند التغيير الديموغرافي. إذن أين الحكومة؟ أين دورها فيما يجري؟ ولماذا يتم التغاضي عن هذه العمليات؟ يتم التغاضي لأن الحكومة هي ذاتها هي التي تمارس عملية التغيير الديموغرافي، وأنا أقول حقيقة أنه ما يجري هو فوق التغيير الديموغرافي، فهو تطهير عرقي وطائفي لهذه المناطق. والحكومة كما معلوم
هي التي تقدم الدعم الكامل لكل هذه الأعمال ولكل هذه المشاريع، وبالتالي هي التي تمنح هؤلاء الذين يغيرون ويطهرون عرقيا وطائفيا ويقتلون الناس ويهجرونهم ويستولون على ممتلكاتهم، تمنحهم مخصصات مالية وتمنحهم هويات الدولة الأمنية التي يتحركون فيها وسياراتها، وتوفر لهم كافة الغطاء الذي هو ليس قانونيا لكنهم يضغطون باتجاه عدم حقيقة لا دار أوامر اعتقال ولا محاسبة هؤلاء. فبالتالي الحكومة وضعت هؤلاء فوق القانون وفوقها، لأنها تريد أيضا أن تغير ديموغرافيا، فالذي جرى في جسر الصخر وفي بغداد وحزامها وينعكس تماما على مدينة سامراء. ولذلك الحكومة دأبت على الضغط على تلك الأهالي أو على أهالي سامراء بطريقة واضحة، وهي تحضر لهذه المشاريع وفق أجندات معلومة ومرسومة. الكاتب والمحلل السياسي الشيخ عبد القادر النايل كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.